الواقع ان الـ الـ يعني الـ الملف الليبي خرج ما بين ايدين الليبيين، واصبح يعني بعد ان عبثت فيه بعض الاطراف الاقليميه ومنها من هي جاره لليبيا وبعض الاطراف الدوليه الكبرى، الحقيقه يعني اليوم نرى الولايات المتحده الامريكيه هي من تستلم الملف الليبي، وهي يعني من تقوم بجهد ربما دبلوماسي من خلال سفيرها الموجود في ليبيا، وكذلك من خلال مبعوثة الأمم المتحدة الذي الحقيقة يعني يتناغم صوتها مع صوت السفير الأمريكي في ليبيا. فبالتالي هنا ليس أمام الشعب الليبي الحقيقة أي شيء يمكن أن يقوم به يعني أو شيء يعول عليه، كان أملهم الحقيقة في السياسيين الذين يتصدرون المشهد الآن، ولكن يبدو أن السياسيين والقياديين الذين يتصدرون المشهد في ليبيا. طيب أستاذ صلاح، يعني هل تتفق أستاذ إسماعيل، هل تتفق مع ما قاله الأستاذ صلاح؟ لو سمحت نقطة بس يعني تفضل تكملة لما قلته. الليبيين كانوا يعولون على الساسة الموجودين حاليا في المشهد أن يقوموا بدورهم على الأقل ما فيها أن يقوموا بممارسة يعني العمل السياسي والدبلوماسي، بحيث أن لا يعني كلما يدعون من طرف خارجي يلبوا، ولكن عندما يعني يطالب الشعب ويلح ويرون يعني الجوع يعني التشرذم والخلاف الاجتماعي والتناحر الموجود في الدولة، لا أحد يحرك ساكن. لكن عندما تأتيهم الإعاز من أطراف دولية أو أطراف إقليمية أو مبعوثة الأمم المتحدة، نراهم يلبون ونراهم يصطفون ويجلسون يعني في المؤتمرات التي يتابعها العالم اليوم جميعا، وينصتون وكأنهم بالفعل هم أهل لذلك. لا، الحقيقة كان من المفترض على وأنا هنا أحمل اللوم على السياسيين الذين ينتمون إلى حكومة الوفاق، الذين انبطحوا الحقيقة يمارسون سياسة الانبطاح أمام رغبات الأطراف الدولية والإقليمية. الحكومة الوفاق هي حكومة شرعية، وكان بإمكانها أن يعني ترفض هذه المبادرات التي تأتي من كل حد وصوب، والإملاءات التي تحاول ويليامز الحقيقة فرضها على الليبيين، ويعني جعل طرف شرعي وطرف غير شرعي في كفة واحدة، ويعني بهذا الانبطاح الحقيقة خسرت حكومة الوفاق ما حققه الأبطال على الأرض الذين تصدوا إلى عدوان غاشم ليس يعني لا يقوده حفتر فقط، وإنما من ورائه دول ودعم لا محدود الحقيقة بالمال وبالسلاح وبالمرتزقة. الليبيين الأحرار الشرفاء الحقيقة أبلوا بلاء حسن وتصدوا لهذا العدوان، ولكن نرى حكومة الوفاق والسياسيين الذين يعني يتصدرون المشهد في هذه الحكومة قد يعني أضاعوا كل المكاسب التي حققها أولئك الأبطال على أرض الواقع. طيب، بس البديل الآن بعد تضحيات الأبطال ألا تراه في مسار سياسي قائم؟ يعني رغم أن الأستاذ صلاح قبل قليل قال لن يتم الاتفاق في ملتقى حوار تونس، حتى إن كان افتراضيا غدا سيستأنف، لن يتم الاتفاق على أسماء للمناصب الكبرى، هل تشاطره هذا الرأي؟ لا، أنا أعتقد الحقيقة أخالف الأستاذ صلاح في هذه النقطة. الحوار الذي يجري في تونس الحقيقة خطوطه رسمتها ستيفاني ويليامز، ويعني ضبطت إيقاعه ويعني وضعت حتى الآليات التي سوف يتم اختيار بها الشخصيات التي ترأس المجلس الرئاسي الجديد والحكومة. فبالتالي ليس أمام المجتمعين الحقيقة، وهم ليسوا أهل الشرعية أصلا. 49 شخص منهم اختارتهم ستيفاني على يعني
وجهة نظرها هي فقط يعني بدون معايير، ربما معايير خاصة بها، فبالتالي هؤلاء سوف يتبعون المسار الذي حددته ستيفاني ويليامز، وأمامهم كما قلت 4 آليات لاختيار الرؤساء، فبالتالي الأمر هو شبه محسوم لأن في الواقع